بالنسبة لي لوياك يعني هي بداية الانطلاقة. أنا كنت كهاوي موسيقى أعزف على 3-4 آلات، عطوني الفرصة في الويكلي ميتينغز أني أعزف كل أسبوع بآلة موسيقية ثانية، حتى إن كان المستوى يعني هاوي، بس التشجيع والصفقة اللي كنت أطالعها من المدرسين الموجودين وزملائي وايد لعبت دور كبير في أني أحط لي الحلم أني أصير موسيقار عالمي، وعطتني الوجهة. وأيضاً الفرقة الموسيقية اللي أسستها لوياك، اشتركت وياهم 3 سنوات، هم كانت هي اللي عطتني الأكسس، عطتني المفتاح اللي أني أنافس الفرق الموجودة وأني أسوي لي فرقة وأشارك في العرب جوت تالنت. فأنصح الطلبة اللي توهم متخرجين من الثانوية ويدرسون، أو الطلبة اللي الحين يدرسون بالثانوية، تقدمون على لوياك، يعطونكم فرص وظيفية بالإندستري اللي أنتم تحبونه ويعلمكم الانضباط.